നമ്മുടെ മഹത്തായ പരിപാടി ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങളിന് ബാക്കിയുണ്ട്. മുൻഭാഗത്തെ അല്പം സ്ഥലം നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരുന്ന് സഹകരിക്കുക. നമ്മുടെ മുത്തായ്ലിമീങ്ങളിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ കുറച്ച് മുത്തായ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമാണ് സദസ്സിലുള്ളത്. അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ദേവ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറി നിന്ന് അതിഥികൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ പരിപാടി തുടരുകയാണ്. വിശാലമായി കർമ്മങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മഹ്മൂദ് ഹാജി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ, എല്ലായിടത്തും വെള്ളത്തിന് വളരെ പ്രയാസം തോന്നിയപ്പോൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹ്മൂദ് ഹാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെയും മറ്റു ആളുകളൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ വെള്ളം തന്നപ്പോ മഹ്മൂദ് ഹാജി ഇപ്പോ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്, മംഗലാപുരത്ത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു മാസം വെള്ളമില്ലാതെ ആ സ്ഥാപനം പൂട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ മദ്ഹറിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ചപ്പോ, ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം പോലും, ഒരു മണിക്കൂർ പോലും, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വെള്ളത്തിന് പ്രയാസം വന്നിട്ടില്ല. അത് അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ വേദിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായും എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനായുടെ മദദാണ്, അവിടുത്തെ തർബിയത്താണ്. അത് ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് നമ്മളോടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ, ഈ രാത്രി കബൂല് ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൂറത്ത് യാസീനും ഹദ്ദാദും ആരംഭിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി അതിൽ ചേരണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ومن خلفهم سدا وفاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا
خلقه قال من يحيي الله وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن شاء الله إني حدادان നടക്കേണ്ടത് യാസീന്റെ ചെറിയ ദുആ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസൽ മദനി ഉസ്താദ് നിർവഹിക്കുന്നു ശേഷം ഹദ്ദാദിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام آمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحابه سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا وهادينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آتيه الوسيلة والدرجة العالية وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تهرمنا رؤيته ووردنا حوله المورود واحشرنا غداً تحت ظل لوائه المعقود وإلى رواي آله وأهل بيته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى رواي ساداتنا البدريين والأهديين وسائر الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين اللهم إلى حضرت شيخنا شيخ المشارك والمغارب كتب الأقطاب وغوث العظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى رواي سائر الأقطاب الأربعة خاصة وأربعة المجتهدين وعلمائك العاملين لا سيما إلى حضرة شيخنا سلطان الهند خواجة معين الدين الجستي الجميلي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا الشيخ محمد الشريف المدني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز اللهم اجعل ثواب قراءتنا لا سيما إلى حضرة شيخنا وسيدنا ومرشدنا عمر الفاروق البخاري قدس الله سره العزيز وإلى رواي سائر من دفنوا في هذه البلدة من الأولياء والسادات والصالحين اللهم علم قدرهم وعلي درجاتهم وامدنا بمددهم اللهم إنا نسألك بحقوقهم وبجائهم أن ترزقنا حلا وافرا وبركة تامة
في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. اللهم اعتقنا، اللهم يا معين لك في كل ليلة من الليالي شهر رمضان رقابا تعتقها بعفوك، فاجعل رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا ورقاب أزواجنا وأولادنا وتلاميذنا ورقاب من أعاننا ورقاب من أعان معائدنا ورقاب من أحبنا ورقاب من حضروا في هذا المجلس العظيم من تلك الرقاب يا تواب يا وهاب. اللهم يا معتق الرقاب اعتق رقابنا ورقابهم من الديون والمظالم والنار. اللهم اعتقنا وإياهم من النار وادخلنا وإياهم الجنة مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تبارك في كل ما عرضناه وعزمناه من هوائج الدنيا والأخروية، لا سيما في محفلنا هذا، بركة تامة يا إله العالمين. ربنا لا تخيب رجاءنا ولا تعيبنا ولا تفضحنا بين رؤوس الخلائق لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نفقه به أوامرك ونعلم به. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وفهما نعلم به كيف نناجيك يا إله العالمين. اللهم اجعل ثواب قراءتنا الى ارواح من ماتوا منا واموات جميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا واياهم واجمع بيننا وبينهم في جناتك النعيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുനീർ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു അൽ ഫാത്തിഹ.